السلطة دائما لديها الرغبة في القمع المثقف دي زي ما حضرتك اتكلمت. وبعدين كمان المثقف متمرد بطبعه، يعني المثقف عايز حرية مطلقة، فما بالك انه بدل الحرية المطلقة دي يبقى في قمع دائم. ده الموقف المأساوي يعني. يمكن فكرة الهروب عند أبطال بعض روايات الأستاذ بهاء طاهر كانت جزء من فكرة الإحساس بالخطر الدائم والارتحال فكرة الارتحال، يعني فكرة الرحلة. ده أعتقد أنه ده نوع من الإحساس بالمطاردة، الإحساس بالرغبة في تجنب الخطر، يعني ده الحاجة الأساسية الموجودة يعني. وداخلي يودعني